مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة عبر شاشة قناة الحوار لمتابعة ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من هذا الشهر أكتوبر، تحديدا في القنصلية السعودية في أسطنبول. وسنبدأ تغطيتنا مشاهدينا ما بعد كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي انتهت قبيل قليل، والذي كان قد أعلن عنها بالأمس وقال أنه سيتحدث بشكل أكثر تفصيلا عما جرى تحديدا مع الصحفي جمال خاشقجي. ولمن لم يتابع هذه الكلمة دعوني أقف عند أبرز وأهم النقاط التي ذكرها الرئيس التركي أردوغان في كلمته قبيل قليل، والذي تحدث أنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي زار خاشقجي القنصلية السعودية، ومن ثم تحدث أن بداية الشهر الجاري جاء فريقان سعوديان بطائرتين خاصتين إلى إسطنبول. لكن ربما المعلومة الجديدة أنه أردوغان تحدث عن نزع القرص الصلب من كاميرات المراقبة في القنصلية تحديدا يوم مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومن ثم بدأت المباحثات وبدأت الإجراءات والتحقيقات بتكليف للمدعي العام في هذا الموضوع. قال أيضا أن الفريق السعودي خطط لقتل خاشقجي قبل أيام من يوم قتله في القنصلية، وتحدث أن السلطات السعودية أنكرت كليا في الرابع من أكتوبر جريمة قتل خاشقجي. طبعا نستذكر أن عملية الإنكار جاءت على لسان القنصل محمد العبيدي القنصل السعودي في إسطنبول، وكذلك على لسان ولي العهد محمد بن سلمان لبلومبيرغ آنذاك. أيضا أردوغان تحدث أن هذه الحادثة وقعت في إسطنبول، وهذا يدفع بالمسؤولية نحو تركيا ويحملها كذلك مسؤولية البحث وضرورة الكشف أيضا عن حقيقة ما جرى فعليا لجمال خاشقجي، وقال أنه أكد للوفد السعودي أن القنصل في إسطنبول لم يكن يتحلى بالكفاءة. أيضا قال أنه أبلغ الملك سلمان بسوء إدارة القنصل السعودي لمجريات القضية. أيضا من النقاط المهمة تحدث أن السعودية أنكرت، لكن بعد اتصاله بالملك سلمان وترامب تبين بعض نتائج التحقيق التركية، اعترفت السعودية أخيرا بهذه الجريمة في القنصلية، وأيضا طالب المملكة بكشف جميع المشتركين والمسؤولين المباشرين في عملية الاغتيال، وطالب بمحاسبة ومقاضاة المجرمين. في تغطيتنا هذه مشاهدينا التي ستستمر لنحو ساعات مقبلة معكم على شاشة الحوار، سنحاول الوقوف عند هذه الكلمة وكذلك آخر المجريات مقتل الصحفي جمال خاشقجي. لكن السؤال الأبرز، هل جاء الرئيس التركي بجديد في كلمته هذه؟ بهذه النقطة أتحول إلى سلمان زكريا الصحفي الذي ينضم إلينا من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول. طيب، يقول الزملاء أن سلمان غير جاهز على إتحال هنا في الاستوديو. رحب بنبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي. سيد البكيري أهلا فيك معنا، هل من جديد في ما يتعلق بكلمة أردوغان اليوم؟ لا شك أنه أردوغان لم يأتي بجديد اليوم، هو أجمل القضية، أو بمعنى آخر أنه لملم كل تفاصيل المشهد بطريقة رسمية. أن تخرج قضية جنائية وسياسية أو اغتيال سياسي عن طريق رئيس الجمهورية، أنا باعتقادي هذه تعتبر سابقة تاريخية، أن يتدخل رئيس الجمهورية في الحديث عن جريمة وقعت على الأراضي التركية، وبالتالي ستكتسب هذه القضية زخما كبيرا. وبالنظر أيضا إلى أن أردوغان أيضا في خطابه كان قد أشار إلى مكانة جمال خاشقجي الدولية والعالمية باعتباره صحفيا عالميا، يسهل أو يصعب معها تمييع هذه القضية، وأنه هذه القضية يجب أن تأخذ مداها وتأخذ حقها في التحقيق. وزاد أكد أردوغان في مقترح جديد كما أسماه، طالبا من المملكة العربية السعودية تسليم الجناه الذين طلب بأن يحاكموا في إسطنبول، وأن يحاكموا في إسطنبول حيث وقعت الجريمة. وبالتالي أنا باعتقادي مثل هذا المقترح الذي طرح أمام القيادة السعودية هو سيكون بمثابة اختبار لمدى جدية الطرف السعودي في متابعة وكشف ملابسات هذه الجريمة
السياسية الكبيرة التي هزت المنطقة والتي ربما ستكون لها تداعيات خطيرة، ستكون لها أو ربما قد تكون هذه الحادثة نقطة تاريخية للتاريخ للمنطقة، ما قبل مقتل خاشقجي أو ما بعد مقتل خاشقجي. لكن هناك جملة من التساؤلات كذلك طرحها الرئيس التركي أثناء خطابه هذا، عندما تحدث أين جثة خاشقجي، وهذا سؤال يطرحه كل المتابعين والمراقبين لهذه القضية على مستوى رسمي وعلى مستوى كذلك محلي. أيضا السؤال الآخر الذي طرحه من ضمن جملة التساؤلات، من هو المتعاون المحلي؟ ماذا تفهم من هذه التساؤلات؟ هل هناك طعن دعنا نسميه غير مباشر ربما بالرواية السعودية؟ هذا الذي دفعني للقول أن خاشقجي لم أن سيد أردوغان لم يأتي بجديد في خطابه، بالنظر إلى أنه وضع تساؤلات في هذا الخطاب. فما لديه الجديد؟ لا يمكن أن يتساءل عن مصير جثة خاشقجي أو عن مصير المتعاون المحلي، وبالتالي هو أردوغان أراد من خلال هذا الخطاب أمام كتلته النيابية أن يضع الجميع، أن يضع ليس فقط المجتمع التركي وإنما المجتمع الإقليمي والدولي أمام حقيقة واضحة أنها قضية اغتيال تاريخية وسابقة تاريخية ستؤدي إلى تداعيات خطيرة هذه القضية، ويجب أن لا يتساهل المجتمع الدولي مع هذه الجريمة، وأنه يجب أن تستمر التحقيقات حتى آخر معلومة يمكن الوصول إليها، لأنها بالأخير تهم لم تعد قضية خاشقجي تهم طرفا بعينه أسرة خاشقجي أو المجتمع التركي، هي أصبحت قضية دولية ومتداولة أو دولت بشكل أكبر، وبالتالي العالم والرأي العام الدولي منتظر على حرم القمر تفاصيل مثل هذه الرواية. طيب سيد البكيري، عندما تم الإعلان عن هذا الخطاب وقيل إن الرئيس أردوغان سيتحدث ربما لوضع الجميع أمام حقيقة ما جرى، الكل كان ينتظر مسألة ربما مختلفة عما ورد في هذا الخطاب، الكل كان يتوقع أن الرئيس سيقول بالضبط من الذي أعطى الأمر في مقتل خاشقجي. ربما هذا سياسيا غير منطقي لأن ذلك له تداعيات أيضا على العلاقة استراتيجيا ما بين السعودية وبين الرئيس أردوغان، ولكن عندما يطرح هنا تساؤلات ولا يعطي الكثير من الإجابات. أولا دعنا نميز بين مستويين للخطاب. الخطاب الذي أتى من قبل السيد رئيس أردوغان خطاب رئيس جمهورية أمام كتلته النيابية في البرلمان. أردوغان هو كان الخطاب سيد البكيري للتوضيح، هو لم يكن أمام البرلمان بل كان أمام اجتماع حزبه الأسبوعي، حزب العدالة والتنمية. نعم، أمام الكتلة البرلمانية للحزب تحديدا. نعم، وبالتالي أردوغان هنا ليس بمقام قاضي قضاء أو مدعي عام، هو رئيس جمهورية وهو يتناول معلومة ربما أتت من ملفات عديدة من قبل المخابرات التركية، من قبل أطراف الادعاء العام التركي، وبالتالي ليس له الحق في أن يضع معلومات متكاملة وكأنه قاضي التحقيق أو كأنه مدعي عام، وبالتالي أبقى الباب مفتوح لكل تأويلات ولكل، أو بمعنى آخر أنه ترك هذه المعلومات وهذه التساؤلات أمام القضاء وأمام الادعاء العام التركي، وطالب أيضا لكي تكون القضية أكثر مصداقية وأكثر شفافية. نعم، اقترح بأن على الجانب السعودي أن يسلم ملجونا وأن يحاكموا هنا في إسطنبول. لكن هذه التساؤلات هل تحمل من رسائل معينة باتجاه على الأقل إيجاد حل للسعودية؟ لا شك أنه أولا هذا الخطاب أن يصعد إلى درجة رئيس جمهورية، أنا باعتقادي هو خطاب في الأخير شمل عدد من الرسائل السياسية. نعم، في حقيقة الأمر هذه الرسائل السياسية تتعلق في كثير من الملفات التي قضية خاشقجي ليست إلا إحدى هذه التداعيات، المنطقة تعيش على صفيح ساخن كما يقال، وبالتالي كثير من القضايا والتعقيدات والأزمات هي ترتبط بشكل كبير اليوم بهذا المشهد، وتدع أو تفتح المشهد على كثير من التداعيات والاحتمالات في قادم الأيام فيما يتعلق بهذه القضية أو غيرها من القضايا. أنا باعتقادي هذه القضية أولاً قضية أمنية بدرجة رئيسية وتخص بدرجة رئيسية المجتمع التركي كما تخص أيضا الرأي العام الدولي، وبالتالي ليست لم تعد قضية سعودية ولم تعد قضية تختص بشخص المرحوم جمال خاشقجي، وإنما أصبحت قضية رأي عام عالمي
بشكل كبير. طيب الآن في فيما يتعلق بالسعودية، الرئيس قال ننتظر نفس الاهتمام والحساسية من النظام السعودي فيما يتعلق بهذه الجريمة التي وقعت على أراضينا. كيف أو كيف ترى ربما أو كيف تتوقع ردة الفعل السعودية الآن؟ في طبيعة الحال المراقب لردة الفعل السعودية منذ البداية، ليست من الآن، منذ البداية كانت مرتبكة إلى درجة كبيرة. فشل العملية أو فشل عملية الاغتيال أو تداعيتها أو انكشافها بتلك الطريقة كانت فضيحة مدوية، ربما تكون هي الفضيحة الأكبر في على مستوى تاريخ المخابرات الدولية، إن لم تكن المخابرات السعودية فقط. يعني لم تحصل فضيحة مخابراتية تنكشف في أول لحظاتها مثل حادثة اغتيال جمال خاشقجي. وبالتالي مطلوب من المجتمع السعودي أيضا أن يتفاعل بقدر الحجم، بقدر حجم هذه القضية الدولية التي أصبحت قضية لم تعد ملكا لأي طرف في هذه المرحلة، وإنما أصبحت قضية دولية، ويجب أن يقف كل الأطراف موقف يليق بهذه القضية وعند مستوى هذه القضية الدولية. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم على الجانب السعودي بحسب رسائل أردوغان اليوم أن تقف بنفس الموقف الذي يقف فيه الجانب التركي فيما يتعلق بالتحري والتدقيق والمكاشفة في كثير من القضايا، حتى لا تأخذ هذه القضية بعدا آخر يكون أكثر ضررا بالأمن القومي السعودي والتركي على حد سواء. طيب هو هنالك الكثير من الأسئلة بقيت عالقة فيما يتعلق بمن أعطى الأوامر، موضوع الجثة أين هي، إذا كانت مقطعة، إذا كانت سليمة، شكل القتل الذي تم بالضبط، هل كان عن طريق الخنق أم عن طريق إبرة أو إلى ما ذلك، لماذا صدرت بعض التصريحات المتضاربة أيضا فيما يتعلق بالرواية السعودية في اليومين الأخيرين، تبقى عالقة وبحاجة إلى إجابات. هل دخلنا في مرحلة جديدة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي ما بعد هذا الخطاب؟ لأنه لم يجب في النهاية عن كثير من التساؤلات. طبيعة التناقضات التي أتت بالروايات السعودية هي لم تكن رواية واحدة، هي عدة روايات. حتى مثلا اليوم على سبيل المثال أعتقد أنه تصريح لوزير الطاقة السعودي لم يخطخن الذاكرة، أنه قال أنه قضية مقتل خاشقجي قضية خطيرة ولا يجب أن تمر بسهولة. يعني أنه نحن أمام أيضا وزير خارجية قبل أيام عادل قبير كان يتحدث ويقول أنه حتى نحن السعوديين ليس لنا علم من قتل جمال خاشقجي، وأشار إلى أن ولي العهد تحديدا ليس لديه علم. نعم بالضبط، يعني هذا الارتباك أيضا مع الرواية الرسمية التي صدرت عن التحقيق السعودي أن شجار حصل واخر. يعني كل هذه الروايات في المجمل هي تعبر عن مدى الصدمة الذي تعرض له النظام السعودي وتعرض له المنظومة المخابراتية بدرجة رئيسية. هذه الصدمة أدت إلى هذه الارتباكات والارتدادات الخطيرة على مستوى الإقالات التي حصلت في جهاز المخابرات والتي حصلت أيضا في الديوان الملكي. نحن أمام أزمة حقيقية في السعودية اليوم. أيضا وزير الطاقة أيضا قالها بالحرف، قال أن المجتمع السعودي يعيش أزمة حقيقية، أزمة سياسية كبيرة، وبالتالي تداعياتها لن تكتفي أو لن تقتصر على المجتمع السعودي، وإنما ستكون تداعياتها إقليمية ودولية، وبالتالي بالضرورة بمكان أن يتم وضع الكثير من النقاط على الحروف في هذه المرحلة حتى لا تتميع القضية، أو بمعنى آخر حتى لا تأخذ مدى مغاير لرغبة الأطراف الإقليمية فيما يتعلق باحتواء هذه الأزمة وكشف الجناح الحقيقيين وتقديمهم للعدالة. أنا باعتقادي هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق. طيب يعني كثير من المراقبين لهذه القضية أيضا يتحدثون عبر تويتر وعبر فيسبوك، ربما بالمجمل الكثيرون يقولون أن هذا الخطاب لم يجب على كثير من الأسئلة، وهذه نقاط تطرقنا إليها خلال حديثنا في تغطيتنا هذه، وأيضا الكثيرون يتحدثون عن أن الخطاب يشكك في الرواية السعودية. سنحاول نحن نستضيف كذلك بعض المتابعين أو الصحفيين الأتراك من أجل الحديث أكثر حول هذا الخطاب، وتحديدا إن كانت له من تداعيات داخلية هنا داخل تركيا في ظل أيضا حديث واتهامات من قبل المعارضة في اليومين الأخيرين، المعارضة التركية التي اتهمت الحكومة أو الرئاسة بما أسمته بابتزاز السعودية. لذلك وكان هنالك بالمناسبة رد من قبل الرئاسة أن ذلك عار عن الصحة ولا تسعى الرئاسة التركية أو الحكومة التركية إلى ذلك مطلقا.
الآن معنا الصحفي سلمان زكري من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكن ينضم إلينا هاتفيا. سلمان أهلا فيك معنا. إلى الآن ما هي انعكاسات خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي؟ نعم بالفعل يعني خطاب الرئيس المنتظر منذ يوم الأمس ربما لم يكن على قدر التطلعات، خاصة العديد من المراقبين تحدثوا بأن أردوغان قد يكشف الجديد فيما يخص قضية اغتيال جمال خاشقجي، ولكن نحن اليوم في اليوم 20 تقريبا منذ اختفاء جمال كان العديد يعمل أنه ربما يكون يوم الحكم ويوم الكشف عن تطورات ربما يستأثر بها الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن أردوغان يؤكد اليوم أن الجثة لا تزال مخفوضة وطالب حتى السعودية والمصريين السعوديين بالكشف عن مكان الجثة. تحدث أن السعوديين سلموا الجثة لشخص تركي فهو يطالبهم بالكشف عن هوية حقيقة هذا الشخص. أردوغان يعني تحدث اليوم تقريبا عن كل تفاصيل الجريمة التي تناقلتها وسائل الإعلام في الأيام الماضية، تحدث عن تفاصيل الجريمة بالتفصيل يعني منذ قدوم فريق الاغتيال إلى غاية خروجه من إسطنبول وكيفية ارتكاب الجريمة. أما سياسيا فقد تحدث عن تحميل المسؤولية للقنصل، يعني تحدث بأن السلطة السعودية يجب عليها كشف المتورطين في مقتل خاشقجي من أسفل السلم إلى أعلاه على حد تعبيره، كما قال أن القنصل السعودي في إسطنبول لم يتحلى بالكفاءة، في حين لاحظنا أن أردوغان تحدث فقط عن اتصالات الملك سلمان، رغم أن العديد كانوا يتوقعون أنه سيوجه ربما صدر الاتهام لولي العهد محمد بن سلمان، ولكنه طرح بعض الاسئله المهمه فيما يتعلق بدور محمد بن سلمان، حيث قال من هو الذي امر بتجميع هذا الفريق اي ال15 في اسطنبول، يعني هذا سؤال لغز ربما. كذلك اردوغان تحدث عن الاعراف الدبلوماسيه وخاصه يعني القانون الدولي و كان يتعلق بقانون فيينا، تحدث عن وجود مراجعة هذه القوانين خاصة إذا كان الحزب الدبلوماسي أو الحرم الدبلوماسي يخفي هذا النوع من الجرائم، يعني بالتالي هو يتحدث عن وجوب تسهيل التحقيقات، وأن التحقيق التركي في القنصلية السعودية قال بأنه جاء متأخرا وكان المفروض أن يكون منذ اليوم الأول. يعني عموما هذا ما جاء في خطاب الرئيس، ومثل ما قلت لك ربما كان أدنى من التوقعات أو الناس الذين أملوا أن يكون ربما مثل ما قلت لك يوم الحكم في قضية جمال خاشقجي، القضية نقول أنها لا زالت مستمرة خاصة مع عدم وجود الجثة التي إن وجدت ربما تكشف عن الكثير من الأشياء الكثير من التفاصيل. طيب سلمان، في بداية حديثك تقول وأن الخطاب لم يأتي بالمأمول، ما الذي كان مأمولا بالتحديد من خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم؟ طبعا لاحظت تابعنا في الأيام الماضية الحديث عن كثير ربما من التسجيلات في حوزة المخابرات التركية وفي حوزة أجهزة الأمن والمدعي العام التركي، الكل يتحدث عن هذه التسجيلات وفحواها. ربما كان من المنتظر أن يعلن أردوغان عما في حوزة السلطة التركية من وثائق ومن تسجيلات تدل على ربما الخيوط التي تؤدي الى المسؤول حتى السياسي عن هذه الجريمه، ولكن اردوغان تقريبا لم يعرض مره على هذه التسجيلات ولم يذكرها في خطابه بتاتا، تحدث فقط عن وجود وثائق يعني السلطات الامنيه، ولكن لم يذكر ما بداخل هذه الوثائق، تحدث فقط عن ان القنصليه السعوديه نحت ذاكره التسجيل للكاميرات منذ اليوم الاول، فبالتالي هذا هو الذي كان مأمول، الذي كان مأمول طبعا هو اظهار الحقيقه الكامله، ولكن ربما كان الخطاب متحفظا بعض الشيء، ربما هذه هي المعطيات الموجوده لدى السلطه التركيه حاليا. طيب سلمان شكرا لك، سنحاول ايضا التواصل معك في حال وجود اي جديد خلال هذه التغطيه. سيد البكيري،
لماذا جاء الطلب من الرئيس أردوغان على شكل اقتراح ولم يأتي على شكل مطالبة فيما يتعلق بضرورة محاكمة 18 شخصا في إسطنبول؟ هذا الطلب هو طلب أو اقتراح سياسي أكثر منه اقتراح قانوني. يعني بالأخير أردوغان رئيس جمهورية وسياسي الرأس العقل السياسي الأول في تركيا، وبالتالي هو في إطار نقاش سياسي وحوار سياسي مع المملكة العربية السعودية، ويطرح أو يضع الباب مفتوحا أمام السعوديين أنفسهم لاختيار مثل هذه يعني أقل الطرق كلفة للوصول إلى الحقيقة بعيدا عن ما قد تؤول إليه القضية فيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة. نعم. طيب اليوم في خطابي الرئيس قال أنه هو أشار لنقطة مهمة، قال أنه لا أشك في مصداقية الملك سلمان ولكن يجب أن يكون هنالك تحقيق. ماذا يقصد بالتحقيق الذي أو ما هو شكل التحقيق الذي يريده الرئيس التركي؟ لأن السعودية قالت نحن نجري تحقيقا داخليا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر نتائج هذا التحقيق الذي قالت المملكة وأنه سيستمر لنحو 30 يوما. أم أن أردوغان يقصد هنا تحقيقا دوليا ربما في مجرى؟ أردوغان هو يريد أن يهرب من التحقيق الدولي. من خلال هذا الحديث أردوغان يقول أن القضية لا زالت قضية سعودية تركية. يعني الطرفان والبلدان كجغرافية وكعلاقة بالجريمة المرتكبة هي تقع في إطار وحدود الجغرافيتين السعودية والتركية. أنا باعتقادي هو يطرح مثل هذه المقترحات وبادر لطرحها خوفا من تدويل الأزمة، لأنه كثير من يعني الطرف الأمريكي حاضر بقوة من خلال تصريحات على كل المستويات، على مستوى الكونغرس، على البيت الأبيض، على مستوى الخارجية، على كل المستويات، حتى على مستوى وزارة الدفاع. أنا لا أشك أني سمعت تصريحا لأحد الضباط الأمريكان الكبار يتحدث بالأمس أو قبل أمس على أنه لا يمكن أن تمر قضية خاشقجي دون عقاب. وبالتالي أردوغان ربما هو يلوح ب إمكانية التوصل والتوافق إلى حلول ومعالجات أمنية حقيقية قضائية فيما يتعلق بثنائية الطرفين السعودي والتركي قبل أن يتدخل المجتمع الدولي ويتدخل المجتمع الأمريكي أو الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، وبالتالي سيتم تدويل هذه القضية وسيكون من الصعب معها بعد ذلك الوصول إلى نقاط واضحة فيما يتعلق ب مسار القضية القضائية والقانونية. طيب اليوم فيما يتعلق بالتساؤلات التي طرحت من قبل الرئيس في هذا الخطاب، هل تتوقع إجابة سعودية سريعة عليها؟ أنا لا أتوقع، لأنه الارتباك الحاصل في الحالة السعودية هو ارتباك يشي بأن هناك تورط في بعض المراكز الحساسة من الدولة، وبالتالي هذا الارتباك هو نتيجة لمثل هذه التورط الذي حصل. وبالتالي إذا كان القضية يعني الآن على امتداد أكثر من 20 يوم من القضية ولا زال هناك أكثر من تصريح وهناك تناقضات كبيرة فيما يتعلق بالخطاب السياسي والإعلامي السعودي تجاه هذه القضية، هذا يشير إلى أن هناك أيضا فوضى عارمة فيما يتعلق بمسار هذه الأزمة. الفوضى العارمة وما أسميته أيضا بالارتباك، هل يعني رواية ثالثة ربما من أجل الرد على هذا الخطاب؟ أنت لا يعني أنا لا أستبعد أكثر من رواية وروايات جديدة في المشهد السعودي إلا في حالة واحدة، وهي أنه تم استيعاب الرسالة التي أطلقها أردوغان اليوم جيدا، وهي الرسالة التي تدعو إلى تعاون حقيقي فيما يتعلق بالوصول إلى الجناه وتسوية هذه القضية بعيدا عن أي تدخل دولي باستثناء الطرفين السعودي والتركي. طيب دعنا نعود إلى الوراء قليلا. في ظل غياب عادل الجبير عن المشهد والذي كان من المفترض دبلوماسيا أن يتصدر المشهد، وهو مشهد تصدره فيما يتعلق بقضية خاشقجي القنصل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم يعود عادل الجبير ويتحدث أن ولي العهد محمد بن سلمان لا علم له بما جرى لجمال خاشقجي داخل القنصلية ولا بأيام التخطيط التي سبقت أيضا هذا الأمر، كيف تقرأ هذه العودة؟ هو لا شك الآن أنه الكثير من التكهنات والكثير من الملابسات التي يسربها الإعلام الغربي على امتداد الأسابيع الماضية أو الأسبوعين الماضيين على في أقل تقدير، كان هناك نوع من تركيز الاتهام مباشرة إلى ولي العهد محمد بن سلمان على أكثر من مستوى وفي أكثر من صيغة إعلامية، فيما يضع أو يحشر محمد بن سلمان في زاوية ضيقة من قبل الإعلام الغربي،
وبالتالي الآن خروج وزير الخارجية القبير وهو من يمتلك خطاب سياسي دبلوماسي أكثر مرونة في التعاطي مع الإعلام الغربي، ربما أراد القبير من خلال ظهوره مؤخرا أن يسحب البساط أو أن يمتص مثل هذا التوجه الكبير والعارم للإعلام الغربي فيما يتعلق بتوجيه الاتهام لولي العهد السعودي. طيب اليوم المسألة ربما متعلقة بشكل أكبر من ذي قبل وأكثر بالأدلة، الكل يريد أدلة على أدلة ما جرى. الرئاسة التركية حسب التسريبات التي كانت ترد عن الصحافة وتحديدا عن رويترز تتحدث أنها تمتلك تسجيلات فيديو، وأحيانا يتم الحديث عن تسجيلات صوتية، وأحيانا يؤتى بروايات مختلفة لكنها تصب في اتجاه واحد، أن القتلة كانوا يترصدون ومتعمدين أيضا لمقتل جمال خاشقجي. لكن أيضا السؤال الأكبر هو من الذي أعطى الأمر في المملكة العربية السعودية من أجل القضاء على الصحفي جمال خاشقجي داخل هذه القنصلية؟ اليوم أنت كيف يمكن أن تستخلص إجابة على هذا التساؤل في ظل مركزية القرار في السعودية حاليا؟ طبعا من خلال الإقالة التي حصلت لمستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، ربما أرادت الجانب الرسمي في المملكة العربية السعودية أن تلقي بالتهمة على سعود القحطاني، خاصة أنه ذلك توافق بعد ذلك مع تسريب يقال أن سعود القحطاني قال لمن كانوا يرتكبون الجريمة في القنصلية أنهم يأتوني برأس هذا الكلب في إشارة إلى جمال خاشقجي. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا أنه حتى أيضا تغريدات مثبتة مسبقا على سعود القحطاني هو يتحدث أنه لا يقرر شيئا من رأسه، وإنما هو ينفذ أوامر لولي الأمر. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بمستوى الآمر الحقيقي والأول لمثل هذه الجريمة، والذي ربما قد يثير أزمة كبيرة في مستوى، وخاصة والمملكة تعيش أزمة انتقال سياسي كبيرة في هذه المرحلة، مما قد يصعب مرحلة الانتقال السياسي في أروقة الحكم السعودية من خلال تداعيات أزمة مقتل جمال خاشقجي. طيب اسمح لي، انضم إلينا الآن هاتفيا خالد المجالي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية. سيد المجالي أهلا فيك معنا. بداية، هل يمكن قراءة أي جديد قدمه الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه قبل قليل؟ سيد المجالي هل أنت معنا؟ طيب يبدو أننا فقدنا التواصل معه، نعود له أيضا في سياق تغطيتنا اليوم. سيد البكيري، هل تركيا ما بعد هذا الخطاب ربما نقول أنها تفتح المجال من أجل إيجاد تسويات سياسية لهذه القضية؟ لا شك أنه المراوغة السياسية صح التعبير هي المسيطرة على الخطاب الإعلامي للأزمة منذ البداية، منذ اللحظات الأولى كان هناك نوع من الأخذ والرد في إطار في الحدود السياسية فيما يتعلق بهذه الأزمة وفي غيرها، باعتبار أن هذه الأزمة هي إحدى تداعيات الأزمة الكبيرة على كل مستوى فيما يجري في المنطقة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه مثل هذه الأزمة أيضا هي جزء من هي عبارة عن خيط لتقود الجميع نحو إيجاد تسويات سياسية على مختلف المستويات فيما يتعلق بالأزمات المنطقة كلها، من سوريا إلى اليمن إلى الأزمة القطرية إلى أيضا حتى الصراع الإعلامي الشديد والذي على أشده بين الإعلام التركي والإعلام الخليجي. نحن أمام يعني كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق به تسويات النهائية لهذا الملف والخروج من مأزق الجريمة التي لا زالت حديث الساعة على مستوى الإعلام العالمي. نعم، كيف ستتعامل تركيا في الأيام المقبلة مع هذا القضية، مع هذه القضية؟ منذ الأيام الأولى البعض يقول أن تركيا ربما أخطأت في التعامل معها في اليومين الأوليين في ظل وجود الكثير من التسريبات والكثير من الأقوال وأشياء كثيرة، لكن بعد ذلك تم ضبط هذه الحالة وتعاملت تركيا على شكل تسريبات ربما من خلالها كانت تحاول إيصال الكثير من الرسائل. الأيام المقبلة هل ستبقى تركيا على ذات المنوال أم ربما يتغير الحال؟ باعتقادي تركيا أمنيا وقضائيا
ربما حققت بعض النجاحات وهناك بعض الإخفاقات فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية، الأسئلة المركزية في القضية، وهي مسألة جثة الصحفي جمال خاشقجي، وأيضا يعني كيف تم الإغفال مثل هذه، دخول الجناة بهذه الطريقة وخروجهم بتلك الطريقة السهلة. هذا أنا اعتقادي أنه يعتبر ضربة كبيرة للمخابرات التركية. لكن فيما يتعلق بالشق السياسي، أنا باعتقادي تركيا أدارت الملف سياسيا أو القضية سياسيا بطريقة عالية الكفاءة حتى الآن، واستطاعت ألا تفجر أزمة على مستوى كبير، واستطاعت أن تدير الملف القضية إدارة سياسية دبلوماسية عالية، وتمتعت بمرونة عالية في الأخذ والرد مع الجانب السعودي أو مع المجتمع الدولي ومع وسائل الإعلام الدولية. وبالتالي أنا باعتقادي الأتراك حتى الآن سياسيا نجحوا، لكنهم أمنيا هناك أكثر من علامة استفهام حول يعني طول أمد الباحث عن إجابات لأسئلة يفترض أن الأمن التركي توصل إليها مبكرا. طيب، الآن يعود إلينا مرة أخرى خالد المجالي، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية. سيد المجالي، أهلا فيك، وكنت قد سألتك حول إن كان هنالك من جديد قد جاء في كلمة يا رئيس رجب طيب أردوغان قبل قليل. سيدي مساء الخير. بداية أعتقد أنه لم يرتقي حقيقة الخطاب أو الكلمة التي ألقاها السيد أردوغان إلى المستوى اللي إحنا كنا نتأمل يعني كمتابعين لقضية أو لجريمة القتل التي تمت، للمستوى اللي إحنا كنا نتوقعه من رئيس الدولة، خاصة وأنه تم الإعلان عن هذه الكلمة مسبقا والتحضير، وأن هناك سيكون تفصيلات في هذه الكلمة عن الجريمة وعن الترتيبات التي تمت وما إلى آخره. لكن أنا أعتقد أنه غلب على هذه الكلمة طابع السياسي والقانوني أكثر من الطابع الجنائي والتفصيلي لما حدث. نعم. بمعنى أن هناك كان رسائل سياسية كثيرة تم توجيهها من خلال هذا الخطاب، وأعتقد أول رسالة كانت هي مخاطبة خادم الحرمين الشريفين بأسلوب يعني خلينا نحكي سلس، وإشارات ناعمة من قائد زي أردوغان، وأيضا حاول أن يستثني بخطابه وكلمته نهائيا ولي العهد السعودي، لم يشير له بأي ناحية من النواحي. وأنا يمكن أذهب باتجاه أن هناك ربما يكون هناك صفقة ما حول ولي العهد السعودي في الأيام القادمة، ولذلك تم تجنب التطرق له بأي شكل من الأشكال من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان. أعتقد هناك قضايا ما زالت عالقة، ربما تعمد الرئيس التركي في هذه الفترة عدم الحديث فيها أو الخوض فيها حتى يترك الموضوع الجنائي إلى مختصين في القضية الجنائية، وتحدث بقضية سياسية من مثلا عندما يطالب بكشف عن مزيد من التحقيقات ومن هو المسؤول الأعلى عن الجريمة، أو مثلا من هو المقاول المحلي اللي تم تسليم الجثة له، أو مطالبته بشكل غير رسمي وغير محدد بمحاكمة الجناة في إسطنبول. يعني بمعنى أنها رسائل سياسية يعني حقيقة ما زالت بحاجة إلى إجابات، لماذا الرئيس التركي أخذ هذا الجانب من الحديث ولم يدخل بالتفصيلات العميقة التي كان ينتظرها. لكن سيد المجالي، التساؤل الرئيس أردوغان عن الجثة وكذلك عن المتعاون المحلي، هل هذه أو هل هذا تشكيك غير مباشر بالرواية أو الروايتين السعوديتين اللتين جاءتا؟ بالتأكيد. نعم. وبالتالي في هذه الحالة هل ينتظر وكأنه هل علينا أن ننتظر رواية جديدة أو رواية ثالثة ربما؟ أنا بعتقد إنه الرواية الثالثة هي الحقيقة، لأنه الآن المؤشرات يعني كلها تدل على إنه تم تعامل مع جثة الخاشقجي، يعني لم تبقى الجثة كما كانت. فأي رواية ستخرج بدون الإعلان الحقيقي لما حصل للجثة ستبقى يعني غير لا قيمة لها. أعتقد أن الرواية الثالثة اللي يجب أن نسمعها من تركيا أو من السعودية هي ماذا حصل لهذه الجثة بعد القتل، وأين ذهبت، ويعني بغض النظر هل تم التعامل معها من خلال دفنها والتخلص منها في الأراضي التركية أو أخذ أجزاء منها إلى السعودية. بغض النظر، المهم أن الرواية الثالثة يجب أن تكشف أين ذهبت
أجزاء هذه الجثة أو الجثة كاملة أين ذهبت؟ ثم قضية المتعاون المحلي أو المتعهد المحلي، هذه قضية يعني مهمة جدا. السلطات السعودية تورطت في هذا الاعتراف للعلم، يعني بمعنى أنه سفارة يعني هيئة دبلوماسية تتعامل مع مجرمين، يعني ما هذا المستوى من العمل السياسي عندما سفارة الدولة تتعامل مع مجرم؟ يعني ماذا يعني ذلك؟ للأسف هذا يعني كانت مأخذ أيضا على الدولة السعودية بهذا الاعتراف، أسلم لها لو قالت أنه إحنا تخلصنا من الجثة أو تعاملنا مع الجثة أفضل من أن تقول تم تسليمها لمتعهد. والله ما بعرف هو المتعهد هل هو تاجر سيارات أم تاجر خردة، يعني أنت تتعامل مع مافيات إجرامية دولة محترمة، ما بيجوز أن تتعامل مع مافيات إجرام وإلى آخره. نعم. أعتقد أنه الرواية الثالثة التي يجب أن ينتظرها الآن المجتمع نعم. ربما تكون هي أو ضروري أن تكون هي الرواية الحقيقية بغض النظر والتي ستجيب سيد المجالي عن كثير من التساؤلات كما تفضلت الـ وأهم شيء التركية. هو الإجابة عن الجثة أين هي تحديدا وما الذي حل بها. لكن سيد المجالي أيضا في تساؤل آخر، وأنت لست ضيفنا الأول الذي يشير إلى مسألة أن هذا الخطاب لم يكن بالمستوى المأمول على الأقل من قبل كثير من المراقبين، وأنه ترك الباب أيضا مواربا أمام الكثير من التساؤلات حول هذه القضية. لكن هل تعتقد أن هنالك من شيء حصل في ظل وصول وزير الخزانة الأمريكية أيضا قبيل ساعات من هذا الخطاب إلى المملكة العربية السعودية، أيضا مديرة الجيني هاسبل كذلك مديرة الاستخبارات الأمريكية التي وصلت صباحا قبيل الخطاب أيضا إلى إسطنبول، هل هنالك شيء ما تغير ربما في الخطاب؟ يا سيدي أنا أعتقد أنه إحنا لا يجوز أن نعزل الآن تركيا عن محيطها الإقليمي والدولي. بالتأكيد هناك ضغوط تمارس على تركيا الآن، ضغوط إقليمية وضغوط دولية، بمعنى هناك مصالح عليا لأمريكا وروسيا وكثير من الدول مع السعودية، هذه كلها ستستخدم للضغط على أردوغان وعلى السلطات التركية لكشف مزيد من الحقائق، حتى يعني خلينا نحكي بالفترة الحالية. الآن مصالح أمريكا ومصالح روسيا، روسيا في زيارة متوقعة أيضا للرئيس الروسي إلى السعودية، وبدهم يلعبوا على هذه القضية أيضا الروس. فأنا أعتقد هذه كلها عوامل ضغط على تركيا الآن، ويمكن أن تكون خففت من حدة الخطاب في الوقت الحالي. لكن التعهد الذي أطلقه الرئيس أردوغان والسلطات التركية، وهذا التعهد العالمي الذي صدر عن الحكومة التركية على مدى 3 أسابيع بأن الحقيقة ستكشف كاملة، هنا أعتقد أنه يضع الآن الكرة أردوغان أمام السلطات السعودية في ملعب السلطات السعودية، أنه نتمنى عليكم، هكذا بدأ من خطابه، نتمنى عليكم أن تظهروا الحقيقة كاملة أو بطريقة يعني تظهر الحقيقة كاملة حتى لا نضطر نفقد مصداقيتنا أمام العالم. يعني نحن كسلطات تركية وكرئيس زي أردوغان يفقد مصداقيته أمام العالم، أظهروا الحقيقة كاملة أنتم يا السعوديين حتى إحنا نتقبل ونقول نعم هذا ما حصل. لا تضطروا أردوغان والسلطات التركية أن يكشف هو بنفسه عما حصل من جريمة بشعة داخل القنصلية. لكن سيد المجالي الآن ربما تكون الكرة في الملعب السعودي للإجابة على التساؤلات التي طرحت حول الجثة وكذلك المتعاون المحلي، لكن أيضا هنالك سؤال مهم جدا متعلق بالذي أعطى الأوامر من أجل هذه من أجل قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية. من الذي عليه أن يجيب على هذا السؤال؟ يا سيدي أنا أعتقد أنه على قنواتكم الكريمة تكلمت بهذا الموضوع. هذه العملية لا يمكن بأي دولة بالعالم أن تتم بقرار من مدير الاستخبارات أو مدير المخابرات أو رئيس الوزراء، لا يمكن، إلا طبعا إذا كان رئيس وزراء منتخب بالملكيات الدستورية أو بالدول التي تمنح رئيس الوزراء الولاية العامة في الدولة. إحنا بالنسبة لنا الدول العربية لا يمكن أن تتم هذه العملية بدون علم السلطة العليا بالدولة. وهنا في حالة السعودية، مع احترامي لأخواننا والخادم الحرمين الشريفين،
احنا بالسعوديه نعلم وندرك تماما انه المتنفذ وصاحب القوه الان هو الامير محمد بن سلمان ولي العهد، ولذلك لا يمكن ان تتم عمليه بهذا المستوى دون علم ولي العهد ودون موافقته. هلا ماذا يحصل في العمليه؟ احيانا ربما يكون هناك اخطاء في العمليه، لكن لا يمكن ان تتم بدون علمه. عمليه خارج حدود الدوله وتمس سياده دوله اخرى وتمس القوانين الدوليه وتعرض سمعه الدوله عالميا وتتهم، يعني تصبح الدوله متهمه بالارهاب وبالقمع، ويقوم بها ضابط حتى لو كان برتبه لواء او فريق، هذا حكي لا يقبل اي عقل. نحن في الدول العربيه اي عمليه باقل من هذا المستوى بحاجه الى صانع القرار حتى يعطي الامر، فكيف بمثل هذه العمليه؟ فاي تبرير او اي محاوله لانه نقول انه مدير الاستخبارات او اللواء العسيري او مش عارف مين هذا هو اللي نفذ العمليه وهو يتحمل، هذا تضليل وهذا خداع، وهذا لا ينطلي لا على قانونيين ولا على المجتمعات العربيه ولا الدوليه. القضيه يتحملها المسؤول الاول بالدوله. اذا كان محمد بن سلمان هو الذي يحكم الان بالسعوديه بشكل غير مباشر فهو يتحمل المسؤوليه، اذا كان خادم الحرمين الشريفين هو الذي يحكم بشكل مباشر هو الذي يتحمل المسؤوليه. لا يجوز ان نقول انه والله مدير الاستخبارات هو اللي بيتحمل المسؤوليه، هذا يعني تسخيف للعمليه. او يعني اذا كانت تتم هذه العمليه وهذا النوع من العمليات بدون علم الملك وولي عهده، انا اعتقد معناته الدوله لا يوجد هناك ملك ولا يوجد هناك امير في الدول زي العربيه بقصد انا، فالاولى لهم انهم يستقيلوا ويسلموا اداره الدوله للضباط اللي موجودين في الاستخبارات معناته. طيب يعني اليوم سيد المجالي بعد 21 يوما ايضا على هذه القضيه ولا زالت الكثير من التساؤلات المشرعة حقيقة والتي هي بحاجة إلى إجابة من أجل ربما إغلاق هذه القضية، من المستفيد في النهاية من إطالة أمد هذه القضية؟ هي القصة بس هي عملية إنه تقبل الرأي العام لروايات اللي بنسمعها، يعني تخفيف حدة ردة الفعل. يعني أنت عندما تسمع بالحادث للوهلة الأولى أي قضية، الوهلة الأولى أو أول أيام لها تكون ردة الفعل قوية، لا يرضيك أي رد فعل من الجهات الرسمية إذا لم يكن على مستوى الحدث. عملية الإطالة والمماطلة والتحقيق هي تخفف من ردود فعل الناس واهتمامهم بالقضية حتى يتقبلوا أقل القليل في النهاية من الإدانة أو المعاقبة، ويعني زي ما بيقولوها تحضير كبش فداء ليتحمل مسؤولية ما حصل، والناس تتقبل بالنهاية والرأي العام يتقبل، لأنه تكثر التبريرات والاهتمام لا يكون بالمستوى الذي كان في بداية القضية. ولكن سيد المجالي، أليس من مصلحة السعودية كذلك أن تنهي هذه القضية سريعا في ظل كثير من التداعيات السياسية وحتى التداعيات الداخلية أيضا على المملكة العربية السعودية؟ انظر مثلا إلى ما يحصل في دافوس الصحراء وانسحاب الكثير من الوزراء عنه. دافوس لم تعد دافوس، لأنه دافوس مالكين لدافوس حذروا من استخدام شعارها. يا سيدي نعم صحيح كلامك، لو كانت الجريمة عادية، لو كانت جريمة عادية ووقعت في ظروف استثنائية، يعني حادث حصل بطريقة غير مرتبة ولا يوجد هناك تخطيط مسبق، كلامك صحيح. الأصل أن تخرج السعودية وتقول أنه حصل حادث عرضي في السفارة أدى إلى مقتل الصحفي الفلاني أو المواطن الفلاني السعودي، لكن عندما تكون عملية بمستوى التخطيط وتتعلق بعلاقات دولية وتتعلق بسمعة دولة ونظام حكم، أعتقد هي يعني ليس بالساهل أن تتخلص منها بسهولة، كونها الآن هناك جهات كثيرة متورطة بهذه القضية وهناك دولة أخرى يعني متعلق الموضوع فيها اللي هي تركيا والجريمة التي تمت على الأراضي التركية. القضية ليست داخل السعودية فقط حتى تتحكم فيها الدولة السعودية وتنهي القضية، هناك دولة أخرى متضررة هي التي الآن بيدها الحبل والتي تستطيع أن تشد أو ترخي هذا الحبل للسعوديين حتى ينهي القضية.
شكرا لك خالد المجالي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، وسيد البوكيري في ذات النقطة المتعلقة بانعكاسات هذه القضية على المملكة العربية السعودية، هل ترى من مصلحة السعودية إطالة أمد هذه القضية؟ بالعكس، المملكة العربية السعودية هي الأكثر الخاسرين في حال طالت هذه القضية أكثر من اللازم. أنا باعتقادي أنه 20 يوما من التناول الإعلامي والعالمي لهذه القضية أدخل المملكة العربية السعودية في أزمة سياسية خطيرة وعميقة جدا جدا، أدت إلى كثير من الارتدادات التي أدت إلى إقالات على مستويات كبيرة في جهاز الدولة الإداري وفي الديوان الملكي وفي جهاز المخابرات، وبالتالي استمرار مثل هذه القضية بهذا المستوى من البطء وبهذا المستوى من الارتباك سيؤدي إلى تداعيات أخطر فيما يتعلق مستويات أخطر من الأزمة السياسية التي تعيشها المملكة، وهي أزمة انتقال الحكم من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث أو من الجيل الأبناء إلى جيل الأحفاد. وبالتالي أنا باعتقادي الورطة الكبيرة التي وقعت بها المملكة هو أنها اعتمدت على طاقة من المستشارين وطاقة من السياسيين الذين لا علاقة لهم بالسياسة، وإنما أتوا من محطات ومن على شاشات البلايستيشن إلى منصات العمل السياسي، وهم لا يجدون أي مؤهلات رجال الدولة، بما أدى لهذه الارتباكات والتعثرات على مستوى الحرب في اليمن، وعلى مستوى أيضا مواجهة المشروع الإيراني، وعلى مستوى أيضا التدخل في سوريا، أو حتى مستوى العلاقات البينية مع قطر ومع تركيا ومع العالم عموما. وبالتالي فإن الأزمة هذه ستأخذ تداعيات أخطر فيما لو طال أمدها ولم يتم اليوم النظر إلى الطريقة التي تعاطى بها أردوغان، وهي طريقة غاية في الحصافة السياسية، في أنه ترك الكرة في مرمى المملكة ودعاهم لأن يسعوا بنفس القدر أيضا من الجهد ويبذلوا نفس الجهد الذي تبذله تركيا في سبيل الخروج من هذه المأزق ومن هذه الأزمة بأقل الأضرار وأقل الخسائر. دافوس الصحراء وما حصل فيه أيضا، وغياب الكثير من الوزراء، فرنسا، هولندا وغيرها الكثير أيضا، هل ربما يكون عامل ضاغط على المملكة العربية السعودية؟ يعني نحن إلى أين نسير في النهاية؟ العالم يقاطعنا بشأن هذه القضية. لا شك أنه هذا يمثل أحد أوجه الفشل الذي آلت إليه الأزمة مؤخرا، أزمة اغتيال جمال خاشقجي، تداعياتها لا زالت مستمرة، وهي في للأسف ككرة الثلج تكبر كلما تدحرجت. وبالتالي إذا كان يعني مؤتمر وحدث كبير أعد له على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية يقابل بمثل هذا البرود وربما بإرادة الفشل أيضا وعدم نجاح هذا المؤتمر، لا شك أنها رسالة قاسية وبالغة القصوى فيما يتعلق ب سياسة المملكة العربية السعودية على كل المستويات وفي كل الملفات في هذه المرحلة. نعم، كان هنالك أيضا في ظل حديث رئيس أردوغان عن مسألة ضرورة وجود تحقيق على الرغم من ثقته بالعاهل السعودي، كان هنالك بيان أيضا ألماني فرنسي بريطاني أيضا يطالب بتحقيق شامل في مقتل خاشقجي، هذا كان طبعا بالأمس. أيضا بماذا يفسر ذلك وهذا المطلب؟ بماذا يفسر من قبل هذه الدول الأوروبية؟ هل هنالك تشكيك عالمي أيضا؟ ربما نحن نتفق على وجود تشكيك تركي بهذه الرواية، وإن كان لم يصرح بذلك أردوغان، ولكن الملامح كانت واضحة في حديثه بالتشكيك في الرواية السعودية، لكن هل أيضا هنالك تشكيك دولي، تشكيك أوروبي بالرواية السعودية التي خرجت؟ لا شك المطالبة بالتحقيق هو دليل أو مؤشر واضح على أنه ليس هناك أي اقتناع بما روته وبما قدمته السلطة السعودية من روايات، وبالتالي هذا أيضا فضلا عن أن تقنع الناس برواية، أولا يقنع الأطراف السعودية في أن تتفق على رواية واحدة أولا، وبالتالي هذا الارتباك الذي رأيناه في إدارة الأزمة هو أدى إلى كل هذا عدم اليقين وعدم مصداقية ما تطرحه الرواية السعودية أو الحكومة السعودية فيما يتعلق بهذه القضايا. فضلا عن ذلك، وهناك جانب خطير جدا أيضا، أنه المملكة العربية السعودية أيضا هي الآن في مرمى الإعلام العالمي، وهي المرحلة أو الفرصة الذهبية التي أتت على طبقة من ذهب للإعلام للبغوص والبحث في تفاصيل المشهد السياسي السعودي الداخلي، وبالتالي أنا باعتقادي على السعودية أن تتصرف بعين الحكمة اليوم وتعرف أصدقائها من أعدائها، لأنها من خلال أيضا هذا المستوى من الأداء المرتبك هو نتيجة أيضا لأنه القرار جزء من القرار السعودي مختطف، وخاصة القرار الإعلامي
هناك قرار إعلامي أو بمعنى آخر إدارة إعلامية مختطفة من قبل الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف تحديدا. نحن لم نرى رواية حقيقية أو لم نسمع عن الإمارات ماذا تقول في هذه الأزمة، وكأنها ترقب. هناك طرفان يرقبان الحدث بدقة، وهما الطرف الإماراتي والطرف الإيراني، وكأنهما ربما كان جزء من عملية إيصال الأزمة إلى هذا المستوى من خلال الاختراقات في وسائل الإعلام والسعودية والمخابرات يعني. نعم، نيويورك تايمز كانت قد كشفت أيضا بالأمس عن مسألة متعلقة بتواصل خالد الفيصل أيضا مع تركيا، وتحديدا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل عرض عليه بعض الأمور وإنهاء وإغلاق ملف قضية جمال خاشقجي، متعلقة بالاستثمارات، متعلقة بمليارات الدولارات، متعلقة أيضا برفع الحصار عن قطر. أي سياسات خارجية ستنتهجها برأيك المملكة العربية السعودية ما بعد انتهاء قضية جمال خاشقجي؟ باعتقادي قضية جمال خاشقجي لن تنتهي بمجرد اتفاق مع الجانب التركي بهذه السهولة دون التطرق إلى ملفات كثيرة في المنطقة. نعم، منها أولى هذه المنطقة الملفات، الملف اليمني، الملف السوري، الملف القطري أيضا، وأيضا العلاقة بين الإمارات والسعودية أيضا واحدة من الإشكاليات التي تؤدي إلى اختطاف أو توجه السياسة السعودية خارج إطار المكانة والحجم والدور التاريخي للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة سياسيا وجغرافيا واقتصاديا، ولها مكانتها الوازنة في العالم الإسلامي ودينيا أيضا، لكن في المرحلة الأخيرة على امتداد سنتين ماضيتين من ذو الأزمة السياسية بين أركان الحكم السعودي أدى إلى اختطاف القرار، جزء كبير جدا من القرار السعودي بيد الإماراتيين، وبالتالي تم ضعضعات وتم ضرب ونسف مكانة ومصداقية المملكة العربية السعودية في كثير من القضايا والملفات، ومن ضمنها اعتقالات الداخل السعودي لنخبة من المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي في المملكة العربية السعودية، وضرب تيار عريض في المملكة وتيار المحافظ، مقابل أيضا إدخال إصلاحات مشوهة فيما يتعلق بالمنظومة الثقافية والفكرية في المملكة. كل هذه أدت نتيجة للضبابية التي تحيط بالمملكة، تحيط أو الطاقم الذي يدير المشهد السياسي في المملكة الآن، وهو طاقم يستمد شرعيته من نموذج ما يسمى بنموذج دبي المشوه، وهو نموذج أيضا لا يموت إلى المنطقة بصلة ولا إلى تراثها وأخلاقها ومكانتها، وبالتالي سحب هذا النموذج إلى المملكة ومكة والمدينة. أنا باعتقادي منطق معكوس ومنطق يؤدي إلى تقزيم المملكة وتحويلها إلى مسخ في الخارطة الأكثر قداسة في العالم الإسلامي. وربما كل هذه النقاط أو في مجملها هي ما أوصلت المملكة إلى حالة العداء الكثير مع تقريبا كل الأطراف. يعني عندما حصلت قضية جمال خاشقجي هنالك الكثير من السهام التي انبرت من أجل الحديث ضد المملكة العربية السعودية، حتى ما قبل وجود أي أدلة على مقتل جمال خاشقجي أو أي معلومات إلى أن بدأت تخرج التسريبات. المملكة لماذا وصلت إلى حالة العداء الكبير مع قطر من جانب، مع تركيا كان الوضع ليس بالجيد، مع حتى الإصلاح في اليمن، مع الإخوان المسلمين أيضا في كثير من الدول، مع حركة حماس في غزة وما إلى ذلك؟ ما الذي أوصل المملكة إلى هذه الحالة؟ باعتقادي قرار المملكة السياسي في جزء كبير جدا منه مختطف طوال الأعوام القليلة الماضية، وخاصة ما بعد الربيع العربي. استطاع الإمارات ومحمد بن زايد مع فريقه مكون من دحلان وتوني بلير وغيره من المستشارين الغربيين أن يختطفوا القرار السعودي من خلال اختطاف القرار الإعلامي أيضا، ويحولوا المملكة بهذا الحجم وهذه المكانة الكبيرة في العالم الإسلامي إلى حاجة الصد لتقف أمام حركة التغيير الديمقراطي والسياسي التي هبت مع ثورات الربيع العربي، وتوريط المملكة بمواجهة رياح التغيير في العالم العربي، مما أدى إلى تكوين موجة من العداء الكبير مع كل التيارات والتوجهات ومع الشخصيات الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي، وهذا ليس في صالح المملكة ولا يمت إلى تاريخ المملكة التي كانت ترتبط بتاريخ جيد وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات في العالم الإسلامي، وهي تيارات أيضا في حقيقة الأمر يجب أن تكون رافدة أو أن تكون في نوع من الشراكة فيما يتعلق بمصير العالم الإسلامي واستراتيجياته في المرحلة القادمة، وخاصة أن الإرادات الشعبية لا يمكن قمعها أو يمكن
مواجهتها بصرف مزيد من المليارات، وإنما ستؤدي إلى مضاعفات خطيرة وعميقة فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للمنطقة. طيب الآن فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة في السياسة الخارجية السعودية ما بعد قضية جمال خاشقجي، دعنا نستشرف ما الذي قد يحصل تحديدا. دعنا نبدأ من اليمن، ما الذي قد يحصل في اليمن وهي التي تتعرض منذ 3 أعوام إلى حرب يقودها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين؟ دعني أكون أقل تفاؤلا فيما يتعلق باستشراف المستقبل في هذه النقطة بالذات. أنا بكرت اليوم صباحا على تغريدة لسعود القحطاني المقال وهو يتحدث بطريقة تكرار نفس الغباء ونفس السذاجة التي يطرح بها هذا الرجل في الحديث عن يعني شبه الأزمة أو أزمة جمال خاشقجي أو على أنها أزمة بين المملكة العربية السعودية وقناة الجزيرة. أنا باعتقادي هذا السخف وهذا التبسيط للقضية ليست مؤشر جيد فيما يتعلق باستمرار مثل هذا الرجل الذي ورط المملكة ورط ولي العهد في مثل هذه القضايا، وبالتالي ليس هناك أمل في أن يستمر أو في أن يتجدد قليل شيء من المشهد. أنا باعتقادي أنه كان ينبغي على مثل هذا الرجل أن يتوارى على المشهد وأن يعاقب عقابا حقيقيا بدل أن يظل يناكف في وسائل التواصل الاجتماعي ويعبر عن وجهة نظر كبيرة وسياسية بحجم كبير في المملكة العربية السعودية. نعم، قطر هل يرفع عنها الحصار برأيك؟ هل تعود مرة أخرى إلى الحضن الخليجي دعني أسميه؟ هذا يتوقف على مدى استفادة المملكة العربية السعودية من أزمة جمال خاشقجي ومدى أيضا نباهة القطريين في هذا السياق. أيضا نحن لا نبرئ الطرفان في أنهم تورطا تورطا كبيرا وأوغلا إغالا كبيرا في كثير من في صنع عداوة أكثر من اللازم فيما يتعلق بهذه الأزمة. أنا باعتقادي اليوم الطرفان السعودي والقطري مستهدفان بدرجة رئيسية من الإمارات العربية المتحدة التي تستفيد من وجود هذه القطيعة وتستفيد من استمرار الأزمة السعودية القطرية بهذا الحد وبهذا الحجم. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه صار قضية خاشقجي ينبغي أن تكون نهاية لمثل هذه المهزلة ومثل هذه المسرحية الكبيرة التي ضرت الأمن الاستراتيجي للمنطقة كلها، وبالتالي يجب أن تكون هذه القضية هي بمثابة نقطة الختام في مشهد أكثر سخرية وتراجيدية في المنطقة، وينبغي التوقف هنا وإعادة بناء منظومة حقيقية للعلاقات والتعاون بين هذه الدول والمنطقة كلها. نعم، الرئيس التركي أيضا في خطابه من ضمن النقاط المهمة التي ذكرها قال إنه قول الرئيس بأن إلقاء المسؤولية على الضباط أمنيين ومخابرات هذا موضوع لا يطمئن، وبالتالي ربما هنالك محاولة من قبل الرئيس التركي لقطع الطريق أمام المملكة العربية السعودية من أجل عدم تحميل المسؤولية ربما لضباط أعلى مستوى. ماذا طبعا برأيك في هذه النقطة تحديدا؟ وفي شق آخر من التساؤل وهو مشروع منذ عدة أيام قبل حتى خطاب الرئيس أردوغان، هل تطيح هذه القضية بولي العهد محمد بن سلمان؟ كل الاحتمالات واردة، ولكن أيضا أردوغان حينما تساءل هو يريد أن يقطع الطريق على الهروب باتجاه التضحية بالآخرين أمام يعني تبرئة طرف ما قد يكون متورط في هذه الأزمة. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا مثل هذه القضية اليوم لن تقف عند مستوى التشكيك بمن يقف وراءها، هل هو ولي العهد أم غير ولي العهد. أنا باعتقادي أنه هذه القضية وصلت كآخر تداعي للمشهد السعودي عموما إلى مسألة الحديث عن الشرعية وحديث عن عودة ولي العهد السابق وعن أيضا وجود أطراف المملكة في الأسرة الحاكمة تطالب بإيقاف مثل هذا العبث، وبالتالي عدم المضي أكثر في هذه الأزمة والوقوف بجدية حول ضرورة إعادة ترتيب المشهد الداخلي ومشهد الأسرة الحاكمة في الداخل بشكل كبير. طيب، مستقبل العلاقة برأيك ما بين السعودية كذلك والجمهورية التركية إلى أين يسير؟ أنا باعتقادي أن هذه القضية ينبغي أن تكون هي بمثابة البوصلة التي يبنى عليها وبمثابة الأساس اللي يبنى عليه نموذج لمستقبل العلاقة التي كانت قبل عامين من الآن في وشهدنا تحسنا كبيرا في هذه العلاقات، ولكن هذا التحسن لم يرضى عنه أطراف في الخليج ولا أطراف في الغرب.
تحسن العلاقة بين المملكة وتركيا هو في صالح المنطقة وفي صالح قضايا المنطقة، وسوء العلاقة هو قطعا يؤدي إلى ليس في صالح المنطقة ولا في صالح شعوب المنطقة كلها، ليس فقط الشعبين السعودي والتركي إنما المنطقة كلها، باعتبار تركيا والمملكة دولتان كبيرتان ودعامتان رئيسيتان في المنظومة المعادلة السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا باعتقادي ينبغي أن تكون قضية خاشقجي قضية، وخاصة إذا ما مضيا فيها الطرفان الجانب السعودي والتركي بجدية لإيجاد مخرج قانوني أكثر عقلانية لهذه القضية، وبعد ذلك إعادة بناء مجال أوسع للعلاقة الحقيقية والشراكة والشفافية في هذه العلاقة. أنا باعتقادي سيكون ذلك في مصلحة المنطقة ومصلحة الطرفان السعودي والتركي. شكرا جزيلا لك يا نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي صاحبتنا في هذه التغطية لما بعد خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان، شكرا جزيلا لك. وأنتم مشاهدين ابقوا معنا، سنتواصل وإياكم لكن بعد فاصل قصير استكمالا لهذه التغطية لملابسات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.